مشاهدينا الاعزاء، سعد الله اوقاتكم جميعا بكل خير، واهلا بكم عبر هذا البث من قناه الساحه الفضائيه والمتواجده هنا في مهرجان بينونه والظفره. نتواجد اليوم في الافتتاح الاول واليوم الاول لانطلاقه مهرجان ومزاينه بينونه للمحليات الاصايل وفئه المجاهيم. هنا نتواصل معاكم في الفترات الاولى من الصباح الباكر، حيث خصص اليوم الأشواط المخصصة للجمل العشرة التلاد وأيضا الستة المرصص من الجانبين من محليات الأصايل وأيضا فئة المجاهيم. وطبعا هذا المهرجان مقام تحت وجهة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظ الله ورعاه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي، وباهتباب وباهتمام ومتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم في المنطقة الغربية. ما هي إلا لحظات، وسوف نوافيكم أيضا بالتغطية وبعض التقارير التي تصاحب هذا المهرجان واليوم الأول من مهرجان بينونة، فابقوا معنا. اهلا بكم من جديد، لازلنا نتواصل معكم مشاهدينا الاعزاء ضمن هذه التغطيه الخاصه او التقرير الخاص الاول لمهرجان ومزاينه بينونه لابل المحليات الاصايل وفئه المجاهيم. نتواصل معكم من عمق الميدان هنا على ارضيه مزاينه الظفره، نتواصل معكم وناخذ ايضا العديد من اللقطات والسيرتات الخاصه بشوط الجمل وايضا الست الفتره المسائيه من الفئة المجاهيم وأيضا فئة المحليات الأصايل. ابقوا معنا ونتواصل معكم ومع العديد من اللقاءات في هذا اليوم. اهلا بكم من جديد، لازلنا نتواصل معكم مشاهدينا ومتابعينا بكل مكان، لازلنا نرصد لكم هذه التغطيه من قناه الساحه الفضائيه التي تواجد في مهرجان ومزاينه بينونه. دائما نبحث عن المبدعين والمنجزين واصحاب الايادي البيضاء التي ايضا لها دور في بناء مثل هذه المزاينات في دولة الإمارات. نتواجد في اليوم الأول مهرجان بينونة، ويتواجد عندي السيد عبيد بن خلفان المزروعي مدير البرامج التراثية في مهرجان الظفرة. أبو محمد أسعد الله مساك. أسعد الله مساك ومرحبا أخويا. أبو محمد، أول شيء أنا سعيد باستضافتك في هذا اللقاء، وبما أنك أحد الكوادر الفعالة وأيضا الناس المهمين والمهتمين في هذا الموروث، يريد تعطينا فكرة عن مهرجان بينونة وانطلاقته لهذا العام، بما أنه يتميز من عام إلى عام وأيضا للسادة المشاهدين. طبعا نحن نتكلم عن مهرجان الظفرة. مهرجان بينونة أصبح فعالية من ضمن فعاليات فعالية إضافة دمجت على مع الفعاليات المصاحبة لمهرجان الظفرة اللي فيه أكثر من 16 فعالية، ابتداء من أضخم الفعاليات عندنا اللي هي مزاين الإبل بشقيها المحلي ومحليات ومهجنات، بالإضافة للفعاليات الأخرى مثل صباغ سلب الصغور، الخيول العربية الأصيلة، المحالبة وغيرها، غير المسابقات الكثيرة اللي السوق الشعبي وغيرها يعني. فالمهرجان الظفرة هالسنة يمكن الشيء الوحيد اللي تغير فيه أنه المدة صارت أطول، هو ابتداء من 10 ديسمبر إلى 30 ديسمبر. نحن اليوم في اليوم الأول هي مخصصة لفئة المحليات والمجاهيم في الجمل العشر تلاد، وبالإضافة إلى شوط الست المحالب نفس الشيء، بدأ اليوم المحالب. فاليوم هذه مسابقة بينونة أو مزاينة بينونة
اللي بدينا فيها في اليوم الاول. التاهيليه ما قبل مهرجان الظفره صح؟ لا، هاي مسابقه قائمه بحد ذاتها، مو تاهيليه للظفره، هاي مسابقه اسمها مسابقه زين بينونه اللي هي خاصه لبناء المواطنين. نعم، القصه وضح للمشاهد الله يحفظك ان اكثر من لاكل الابل والحلال خصوصا المشترين وهذولا يدخلون بالحلال الجديد حتى يعرفون مستواه ما قبل مهرجان الظفر. هذا الغصب أبو محمد، ما هي الإضافات لمهرجان الظفر لهذا العام إن كان أشواط أو غيرها أو شيء يعني صاحب أو تبديل مثل ما شفنا السوق الشعبي انتقل إلى المنصة الرئيسية، وهذا من أجمل الأشياء التي تخدم الزائر والمشارك. أنا قلت لك دائما عندنا نحن في اللجنة العليا للمهرجان دائما مهتم في تحسين الخدمات، سواء كانت خدمات للضيوف او خدمات الخاصه في المشاركين. فواحده من الاشياء اللي ركزنا عليها السنه ان السوق الشعبي صار ملاصق لمنطقه او منصه مزاين الابل، بحيث انه او اكثر فعاليات صارت في مكان واحد يتيح فرصه للزائر انه يزور اكثر فعاليات في اقرب وقت واقل وقت، اللي يقلل عليه الجهد والزياره لكل مسابقه. بالتأكيد، وهذا ندل على شيء إنما يدل على اهتمامكم وأيضا تسخير جميع الإمكانيات من زوار لمشاركين من دول مجلس التعاون لأهل الدار لإعلاميين كدورنا إعلاميين وتسهيل مهمتنا. أبو محمد، كلمتك الأخيرة لمشاهدينك من خلال قناة الساحة. نحن ندعيهم أنهم يزورونا في مهرجان الظفرة لمزاين الإبل وشاركونا فرحة العرس التراثي هذا الخاص في أهل الإبل، ونتمنى للمشاركين حظوظ إن شاء الله في المسابقات، وشكرا على تغطيتكم مميزة دائما في مهرجان الظفرة. العفو أبو محمد، وأنتم الرجال اللي داعمين محمد البريدي. أنا ترى بدايتي من هذا المهرجان، وأنا أعتبر نفسي بين إخواني، وأيضا بتوجيهكم أيضا دائما نبدع، ودعمكم اللا محدود دائما. السيد عبيد بن خلفان المزروعي مدير عام البرامج التراثية في مهرجان الظفرة، لك كل الشكر على أعطانا من وقتك القليل. العفو، مرحبا. هاني استقينا الغيث يسون الشارق والوديان اهلا بكم من جديد. لازلنا نتواصل معكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. لازلنا نرصد لكم اليوم الاول من مهرجان بينونه هو ل 2015. نتواصل معكم، وايضا دائما نبحث عن اصحاب التميز والابداع، دائما المسؤولين والمهتمين ايضا في هذا المهرجان الذين لهم كل الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود جبارة لإنجاح مهرجان بينونة والظفرة. يسعدني بهذه اللحظات أن يكون معي أخوي السيد محمد بن جاسم بن براك المزروعي مدير التشريفات والضيافة في مهرجان الظفرة. أسعد الله مساءك يا أبو جاسم. الله يسعد مساءك يا أبو خالد. الله يرحب بك على فضله. أبو جاسم، طبعا اليوم هو انطلاق اليوم الأول لمهرجان بينونة ومزينة بينونة المحليات الأصايل وفئة المجاهيم. طبعا السادة المشاهدين ما خلف الشاشات دائما يبحثون عن ما هو جديد في عالم مزينة بينونة والظفرة، يا ريت أنك أيضا تعطينا شيء عن هذا المهرجان الذي من عام إلى عام يتميز بالنجاح، أو إذا كانت هناك إضافات تخبرنا. طال عمرك، توجد مجموعة من الإضافات في المهرجان بينونة، ونتمنى أن تكون ترضي الجميع.
بالنسبة لزيادة الأشواط والتركيز على التلاد والتركيز على الفئات الخمس والست والشسمة بالنسبة للتلاد وبالنسبة للشراية، فهذه إضافات جديدة بالنسبة للمهرجان بينونة. ونحن صراحة نشكر تواجد هالجمهور وهالإقبال على بالنسبة للمشاركين بالنسبة لهالمهرجان هذا، وكذلك بالنسبة للإقبال الإعلامي الكبير من تواجدكم أنتم وتواجد كثير من اللي هم القنوات الناقلة والمشاركة في هالمهرجان هذا. دل هذا شيء يدل على نجاح المهرجان وعلى الجهود اللي تبذل في إنجاح هذا المهرجان. بكل تأكيد. أبو جاسم، أنت طبعا من معاصرين لهذا المهرجان، ما هي الإضافات التي انضافت لمهرجان بينونة لهذا العام، خصوصا مثل السوق الشعبي وانتقاله أيضا لتمكين الزائر أو المشارك في المهرجان الوصول بأريحية؟ بالنسبة للسوق الشعبي وبالنسبة للتجهيز المنصات والسوق الشعبي تكون قريبة في نفس الجسمة، حتى يكون المشارك أو الزائر تكون جميع الفعاليات قريبة عليه ويقدر يتنقل بسهولة ويقدر أنه يحضر فعاليات المزاين، يحضر الفعاليات اللي موجودة في السوق نفسه، يكون له تواجد ويكون ملم بجميع الفعاليات اللي موجودة في المهرجان ككل. يعني بكل تأكيد. اليوم الأول دائما يكون فيه صعوبة، احكي لنا عن اليوم بما أن الحين الفترة المسائية تقريبا صلاة العصر، كيف رأيتوا الإقبال والجمهور والمشاركين؟ الحمد لله أن ما واجهتنا أي صعوبة، وهذا كله بتعاون المشاركين وتعاون الناس وتفهم الناس كل اللي دوره في هالمهرجان هذا، وتعاونهم وجهدهم معانا ووقفتهم معانا صراحة هي اللي مريحتنا وماخذ السلاسة في الأمور وفي التنظيم وفي كل حاجة. أبو جاسم، اليوم هي فئة العشر التلات والست المرصص اللي هي المفتوح، هل تتوقع أن يكون خصوصا في الأيام الفردية ودخول المشاركات الفردية هناك حضور؟ أكيد راح يكون في حضور كبير وحضور وتواجد فئة من النوع الجيد والنوع الممتاز من الليبل اللي مشاركة في هالمهرجان هذا، اللي هي الفرديات خصوصا مع الصغار السن حتى الكبيرة. صحيح، هذا بيكون تصفية لمهرجان الظفرة، فبيكون فيه تأهيل حلال كثير من اللي متواجد هني لمهرجان الظفرة، والإنسان يقايس اليوم على عمره علشان مهرجان الظفرة ويعرف هل هو يشارك ولا ما يشارك. أبو جاسم، أنا لا أطيل عليك بما أنك مشغول من الصباح الباكر متواجد هنا، وراح يكون إن شاء الله لنا لقاءات معك مستمرة خلال هذه الأسابيع القادمة، كلمتك الأخيرة لمشاهدينك عبر قناة الساحة الفضائية. نتشرف نحن صراحة بتواجدكم أنتم ك بالنسبة لقناة الساحة، ونتشرف بوجودكم معنا ومشاركتكم معنا، وبالنسبة ل اخواني المشاهدين مشاهدين صح بعد نعزمهم ونتمنى تواجدهم عندنا هني في مهرجان بينونة باذن الله. اذا مشاهدينا الاعزاء، كما شاهدتم هذا اللقاء المميز، ولو كان قصير شوي ولكن ممتع بضيافة اخوي المبدع دائما محمد بن جاسم براك المزروعي مدير الضيافة والتشريفات في مهرجان الظفرة، ابقوا معنا ونتواصل معكم. يمشي على ونبس بالدنيا وما هذي هوا نار الأرض، يمشي على ونبس بالدنيا وما والناس يا واحضون أهل
وجات مع وزونه ما سخاوة نفس يا يفضي أنا أطقته وجات مع وزونه ما سخاوة نفس يا اهلا بكم من جديد، لازلنا نتواصل معاكم مشاهدينا ضمن هذه التغطية لمهرجان ومزاينة بينونة. نتواصل معاكم ومع العديد من اللقاءات مع اصحاب الانجازات، اعلاميين، شخصيات، محللين في عالم المزاينات، شعراء، ولكن ضيفي في هذه اللحظات احد الوجوه المعروفة من خلال شاشة قناة بينونة الفضائية، شاعر ومحلل في عالم مزاينات الابل وايضا الهجن العربية الاصيلة. باسمي وباسمكم نرحب بالشاعر خليل المزروع، يسعد الله مساءك ومرحبا بك. يا مرحبا يا مرحبا. اول شيء نرحب بك ونرحب تواجدك في هذا اليوم، وأنت من الشباب اللي مهتمين في هذه الرياضة، رياضة الأباء والأجداد ومعاصر، خصوصا المزاينات في دولة الإمارات. حبينا نأخذ انطباعك أو تعطي المشاهد فكرة عن انطلاقة مهرجان بينونة بما أنك أحد المحللين في هذا المهرجان. أول شيء أرحب بك وأرحب بقناة الساحة في مكانكم ومحلكم. طبعا المزاين تشوف مزاين بينونة هو قبل مزاين الظفرة بكم يوم مدموج في مهرجان كامل، وخاص حق أبناء الدولة من فئة محليات وفئة مياهيم، وفي فردي وفي جمل وفيها طال عمرك ست مرصات كتأهيل طال عمرك بوابة الدخول للمسابقة الظفرة. خليل، تعلم ان مهرجان بينونه والظفره يتطور من عام الى عام، ودل على شيء انما يدل على الاهتمام من اصحاب السمو ودعم الموروث الاماراتي. هل تتوقع ان يكون هناك اسعار قويه بالنسبه لمزاين الظفره لهذا العام؟ نعم، نحن متوقعين ان تكون اسعار، والمزاين الظفره مش مزاين حق الامارات، مزاين كل دول الخليج كامله، ونرحب بضيوفنا اللي بيجون من بعيد، واذا ما شاركونا الدول الخليج كامله ما قدها لها حلال مزاين. هذه مجموعه طال عمرك وهذه تراثهم. زين، ومزاين الظفره ترحب بجميع. نعم، والسوق انا متوقع السنه ان يكون في ارتفاع عندهم. واللي شفت انت السنه كيف تطورات المهرجان من السوق، قربوا السوق على المنصة، على المهرجانات الثانية، مسابقة أكثر عن مسابقة موجودة في المزاين نفسها، مزاين الظفرة، مهرجان الظفرة، من كله تراثي يعني. خليل، طبعا المهرجان الظفرة لهذا العام أيضا يتميز بالعديد من الفقرات، وخصوصا مثل ما قلت هناك أيضا إضافة السوق الشعبي والقرب من البوابة الرئيسية لكي يستمتع المشاركة والزائر لهذا المهرجان، ليتجول ايضا في عالم الابل، وايضا هناك السوق الشعبي الخاص، هناك قربوا المسافه، وايضا الحفظ والسلامه من الخطوط، يعني اللي يطلع من المهرجان ورايح للسوق وكانت المسافه بعيده، وندل على شيء انما يدل على الاهتمام والامن الجيد في هذا المهرجان. وايضا باسم الجميع نشكر جميع من قام على هذا المهرجان وعلى راسهم سعادته فارس خلف المزروعي الذي دائما وابدا ما يكون من عام إلى عام يتميز هذا الرجل بتوجيهاته، وأيضا الأعضاء المسؤولين في هذا المهرجان واهتمامهم أيضا بتوفير جميع الخدمات للمشاركين والزائرين. طال عمرك هذا كله في خدمة طال عمرك هالحلال، وهالحلال يستحقون هذا التراث. وبعدين المهرجانات يعني سد فراغ إنسان، وايد الإنسان الحين وقته فراغ وايد، والمهرجانات هذه وهذا تراثهم، فائده ومصلحه، وعندك المزاين وعندك
مسابقات ثانية الطيور، عندك الخيل، عندك المحالب، عندك السلق العربي، وعندك التمور، عندك كل يعني مهرجان كامل، حتى السيارات حطوا لهم مهرجانات. يعني والله يطول عماره وما قصروا بشيء، وهو كل شيء هاي لخدمة أهل الحلال، ونشكره يعني نحن من كل مكان، ومرحبا باللي بعيد واللي قريب. الله يرحب بك. راح نختم لقائنا بقصيدة جديدة للشاعر خليل المزروعي. أنا قبل لا أختم القصيدة طال عمرك، أنا أتمنى من جميع القنوات أنهم يسوون مهم سويتوا أنتوا الساحة، نعم يحذو مثل حذوكم، لأن هذا تراثنا وتراثه، يعني هو بينا غرباء، يعني إذا هو مدعموا التراث هذا وظهروا بالصورة الصحيحة وهذا، ولا يعني ما نباه يقعدون نفس الساحة ونفس الصحراء، يعني القنوات الثانية جميع قنوات نباه. وطال عمرك القصيدة في بزاين بينونه يقول: طال عمرك يهل العيوم اللي فريدات وزيان، ويهل الجمل بينونه أكبر وعدها، تحت رعاية نجل زايدك حيلان حمدان بن زايد رعاها وسندها، في ظل شيخ ما حكمنا بطغيان أبوه زايد لي موثق عمدها، وخليفة اللي الكرم صار عنوان حقاب واسم كل أرض هجدها، الأرض لياها غدا أشبه ألوان، أنت فرجها وأنت والله سعدها، كل يشد حزامته والوعد حان، وكل يسوق اللي قليل نقدها، مشرهبات رقابها كأنها طعان، سبحان ربي من لحم لي جردها، والخد مثل السيف وحراب الأذان، وعرنينها من العين فارق بعدها، والخشم مثل القوس ثم شارب لان، والشدق وافي يوم بخت زبدها، وغارب طويل وناحب وفكرة حصان، وفوق سلمها من حزايق عددها، وفوق الصخافة ومن تحت يذر ومتان، والرجل فجها وش ولدها بيدها، يزقر لها بالصوت ويرل الحان، وتزيد همتها إلي من شحدها، والتوق من فوق المطايا علشان تشوف وش هو اللي يرقي ولدها، شي نتلاد وشي مشري بالأثمان، واللي زرع بيده فرح لي حصدها، مزاين فيها اجتبع ربع واخوان، والشكر للي ساهموا في مددها، سلام مني يا هل القدر والشان، صوب الرجال اللي تشرف بلدها، اخوان شمع اللي حموها من ازمان، وافعالهم من هازها ما حمدها. الله بيض الله وجهك مبدع يا خليل كالعاده. وجهك ابيض وجهك ابيض. كلمتك الاخيره طال عمرك. طال عمرك اول شيء اشكرك انت بالذات، واشكر المصورين والجماعه، واقول مرحبا بالجميع مكان مكانهم، ونحن الضيوف. وتفضلوا. نعم، هذا ما تعودناه، ان دائما وجميع زوار هذا المهرجان هم اصحاب الشان، وهم ايضا اهل البلد. شاعرنا المميز والمحلل الاعلامي خليل المزروعي، لك كل الشكر على اتاحه الفرصه لنا ايضا وتواجدك في هذا المهرجان وهذا اللقاء المميز. مشاهدينا الاعزاء، ابقوا معنا ونتواصل معاكم في التغطيه المتبقيه. وبانت بزون يا عشقي الظفرة، ويا هرويها يا النار، وبانت بزون يا عشقي الظفرة، ويا هرويها لين يا أصغر اهلا بكم من جديد. لازلنا نتواصل معكم مشاهدينا الاعزاء في التغطيه والتقرير الاول لمهرجان مزاينه بينونه. يسعدني في هذه اللحظات ان يكون معي احد الرجال المهتمين في هذا الموروث، رجل له باع طويل في عالم الابل المجاهيم. وارحب في هذه اللحظات باخوي عنبر العامري، عضو المنسق العام لمزاينه الظفره ورئيس لجنه المحالبة. سعد الله مساءكم، مرحبا بك. هلا يا مرحبا اخوي البريدي. طال عمرك، اليوم انطلقت بداية مهرجان بينونة اللي هو التأهيل من قبل الظفرة، يا ريت تحكي لنا بما انك احد العناصر الفعالة في هذا المهرجان، تعطي المشاهد انطباع عنه. بحمد الله سبحانه وتعالى، اليوم بدينا بدخول الحلال، دخل الجمل العاشر، وتم اخذ شرائح الكترونية، وتم طال عمرك دور اللجان باكمل وجه،
من لجان التحكيم ولجان التشبيه، ومن ثم دخل شوط الست. وكمان استعملنا نفس الطريقة، أخذنا رقم الشرائح الإلكترونية ودخل الحمد لله والأمور طيبة، وكل قائم بدوره من لجان التشبيه ولجان التحكيم ولجان التنظيم. أخوي عمر، ما هي الاختلافات أو الإضافات لهذا المهرجان لهذا العام؟ مهرجان هذا العام تم إضافة شوط الخمس اللي هو للناشئين اللي ما سبق لهم المشاركة في مهرجان السادس ومهرجان السابع والثامن، وتم إضافة شوط فردي في المحليات. شون الفردي شون أي سن؟ من المفروضة للحائل. كأجمل ناقة؟ لا، شوط طال عمرك. شوط فردي. فردي؟ أي نعم. في آخر المسابقة ولا في؟ مستمر مع المسابقة. يوميا يعني؟ يوميا صحيح. جميل. اليوم شفت أنت الفئتين المجاهيم والمحليات وشوط التلاد العشر وشوط الست المرصص المفتوح، هل هناك إقبال من المشاركين، من أقوياء المشاركين هنا؟ والله نحمد الله، المهرجان بينونة تطور الآن وأصبح في مستوى عالي وعليه زحمة من المشاركين وإقبال لا بأس فيه مقبول. هل تتوقع أن يكون الأيام القادمة تحمل في طياتها العديد من المفاجآت في مهرجان بينونة؟ والله نتوقع ذلك، وهذا ما عودنا عليه مهرجان بينونة. مهرجان الظفر القادم بعد مهرجان بينونة بأربع أيام، تعرف يا عنبر المزاينة الوحيدة في دول الخليج اللي هي الفئة المجاهيم هي مزاينة الظفرة، وراح يكون هناك إقبال من مجلس التعاون وملاك الإبل المجاهيم. هل تتوقع أن يكون هناك منافسات قوية وأيضا هناك أيضا سوق من خلال هذا المهرجان؟ أولا نرحب بجميع المشاركين في مهرجان الظفرة سواء من دولة الإمارات أو من مجلس التعاون، وهذا لا يفرحنا ويسعدنا أن يشاركونا أخواننا مجلس التعاون، وهذا طال عمرك فرحة، والإقبال عليها نتوقعها طيب، والله يوفق الجميع. أمين. أنا لا أطيل عليك لأن الوقت عندك محدود، كلمتك الأخيرة لجمهورك من خلال قناة الساحة المتواجدة في هذا المهرجان. شكرا للغناة التراثية اللي هي قناة الساحة. تسلم. مرحبا يا أخوي البريدي. إذا مشاهدين الأعزاء كما شاهدتم هذا اللقاء الممتع مع أخوي عنبر العامري، بقوا معنا ومع ما تبقى من تغطيتنا لهذا اليوم. أهلا بكم من جديد، لازلنا نتواصل معكم ضمن هذه التغطية، وأيضا نتشرف بمبدعنا ومميزنا دائما الإعلامي حسين العامري من قناة بينونة. سعد الله مساك. الله يسلمك أبو خالد وسعد الله مساك. قبل لا تقول أي شيء أنا أشكر هذا المجهود الرائع اللي نشوف شعله من التميز تمشى في المهرجان. يعني اليوم أنت أبو خالد تعكس انطباعات وتعكس زوايا يمكن غيرك ما يلاحظها، اللي خبره وخلفيه مميزه عندك. الله يوفقك يا ابو خالد. الله يجزاك خير. اخوي حسين، انت احد العناصر الناجحه في مهرجان بينونه، اول المهرجانات التراثيه على مستوى دوله الامارات، وانت ايضا المذيع المخصص للنتائج النهائيه للفائزين في اليوم والايام القادمه. ما هي المفاجآت المزاينة بينونة كما شاهدت كإعلامي من حضور وتميز وأيضا إضافات لهذا المهرجان الذي تعودنا عليه أن يكون هناك تميز دائما؟ طبعا يمكن في ناس اللي أحق مني بالكلام في هذه النقطة مثل الأخ عبيد خلفان وغيره اللي ماسكين فعاليات، لكن أنا اليوم بتكلم بغض النظر، مش بوجه إعلامي أبو خالد يمكن تستغرب، بعين مشارك، بعين زائر، بعين متفرج. اليوم السنة بالذات تحديدا بكل أمانة، يمكن كاميرتكم هي الدليل مش كلامي، اللي بتشوفه بعيونكم التغيير اللي صاير في مهرجان الظفر. اللهم لك الحمد، يعني من تدخل من المهرجان من البوابة الرئيسية لين توصل المنصة، شفت السوق موقعه، يمكن أكيد لفيتوا فيه، إنجاز مميز وينحسب لأعضاء اللجنة واللي قائمين على المهرجان، وأنا أخص بعد الشباب اللي خلف الكواليس اللي يبذلون المجهود، الجنود المجهولين. نعم، فالحمد لله فعاليات مميزة جدا جدا.
جميل. طبعا كما شاهدت خصوصا السوق الشعبي بعد ما انتقل الى المنصة الرئيسية لمزينة الابل، هذا دليل على الاهتمام، وايضا المشارك الضيف الزائر يخلص النتائج او يخلص مشاهدته للحلال ايضا ويرجع يتسوق ويرجع في يعني اقل من 100 او 150 متر، فهذه فكرة طيبة وايجابية. نعم فكرة جدا مميزة، بغض النظر بعد اخوي ابو خالد عن أن مجرد اللي الناس في المنصة راح يكون قريب عليهم السوق والحركة، وأن يصير عندهم مثل ما تقول منفذ أن يريحون فيه وكذا، بغض النظر عن هذا كله حتى من جهة يعني تغطية إعلامية، من جهة أمنية، من جهة الشرطة، من جهة السوق، من جهة الحركة، كلها انتقلت إلى مستوى أفضل بكثير بسبب القرب. يعني نقدر نقول مدينة في الصحراء يعني. بالضبط بالضبط يا أبو خالد، الله يطول عمرك. أنا لا أطيل عليك، أعرف أن وقتك محدد وهناك إعلان نتيجة نهائية. كلمتك الأخيرة أيضا لمشاهدينكم من خلال قناة الساحة. قناة الساحة مميزين مبدعين متواجدين، مشاهدنا خل عينك على الساحة. إذا مشاهدنا الأعزاء كما مرحبا، كما شاهدتم هذا اللقاء المميز مع مبدعنا الإعلامي حسين العامري، انتظروا أيضا العديد من المفاجآت من خلال هذه التغطية.